السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الفقاس بطريقة اللي بسيطة وبمكونات الدار. بلا ما نطول عليكم ونخليكم مع طريقة التحضير. بالنسبة للمكونات عندنا معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة، ومعلقة كبيرة ديال النافع، وعندنا جوج معالق حتى ثلاثه المعالق ديال الزنجلان. الدقيق كيبقى حسب الخليط. عندنا فاني، جوج خمارات، وكاس ديال سنيده، كاس ديال زيت نباتيه، كاس ونصف كاس ديال الحليب. يمكن في بلاصه ديك نصف كاس نزيدو ما زهر. ندوزو لطريقه التحضير. كنخلطو فاني مع السكر ومع الزيت، كنخلطوهم مزيان. وكنخلطو مزيان حتى كيذوب السكر. من بعد كنزيدو الملح وكنزيدو الحليب ديالنا. من بعد كنزيدو الزنجلان وحبه حلاوه النافع. الدقيق كيف ما قلت لكم كيبقى حسب الخليط. كنضيفو من بعد جوج الخمارات ديالنا. من بعد كنزيدو الدقيق. هنا جاني 6 الكيسان ديال الدقيق، كيسان ديال العنبه. كيبقى داكشي على حسب النوعيه ديال الدقيق، يمكن يجيكم اكثر يمكن يجيكم اقل. كنجمعوا العجينه ديالنا حتى كتولي بهذا الشكل هذا اللي في الصوره. كنبداو ندلكوها حتى كتولي بهذا الشكل هذا، يعني على شكل مستطيل. من بعد كناخذوا هذا الموس ديال البيتزا او اي موس عندكم، اي موس متوفر عندكم، كنقطعوهم بهذه الطريقه. من بعد كنبقاو نلويوهم بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. من بعد حنا كنلويوهم وكنشوفوا الحجم اللي بغينا حنايا. اذا بغيناهم غلاض نحاولوا ما نضغطوش عليهم وما نلويوهمش بزاف، ولا العكس الا بغيناهم رقاق.
بعد ما كنكملوهم كنديروهم في واحد البلاطو، كنديروهم في المجمد باش كيجيونا ساهلين في التقطيع. يمكن نستغناو على هذه المرحله، يمكن نبداو نقطعوهم نيشان. من الاحسن باش يجيونا الشكل ديالهم زوين نخليهم في المجمد على الاقل واحد ربع ساعه. من بعد ما كنخرجوهم من المجمد كيجي هذا هو الشكل ديالهم، كيوليو قاصحين، كيسهل علينا حتى اننا نقطعوهم. كيف ما كتشوفوا انا كنقطعهم غير بالمقص، كيجيو ساهلين بهذه الطريقه هذه. ساليو التقطاع من الاحسن نفرقوهم على بعضياتهم باش ما يتلاصقوا ليناش في الطياب في الفران. صافي، من بعد كملت الكميه اللي مازال ليا. بالنسبه للطياب راه في حال جميع الحلويات كنطيبوه من التحتيه الاولى، من بعد عاد كنطيبوه من الفوق حتى كيولي بهذا اللون هذا، كيجي المنظر ديالو زوين بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالو عن قرب، حتى المذاق كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، وانا مأكدة ان شاء الله انها غتنجح معكم 100% الا تبعتوا نفس الخطوات. سبسكرايب والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.